أنا بحس براحة نفسية، بحس بطاقة إيجابية لما بكون في المنصورة. جامعة المنصورة واحدة من الجامعات الأم في مصر في الوطن العربي، بنفخر بيها. وإحنا جينا النهاردة باسم أكاديمية الفنون عشان نعمل يعني فرع، نشترك كده مع جامعة المنصورة في شهادة مشتركة للمواهب والطلاب اللي حابين يدرسوا سينما أو مسرح أو أي نوع من أنواع الفنون، نقدر نوفر لهم هذه الخدمة. إحنا هنبقى شهادة مشتركة معتمدة من مجلس أعلى للجامعات. يعني حلم الطالب اللي عايز يخش معهد السينما، احنا بنجيب له معهد السينما هنا. عايز يخش عايز يخش معهد المسرح، معهد المسرح يجي له هنا، وهكذا كل المعاهد هنا. فبتبقى شهاده مشتركه بين جامعه المنصوره وبين اكاديميه الفن. اعتقد احنا لما نوفر ده هنا يعني هيحسوا ازاي البلد بتعمل مجهود عظيم عشان تساعدهم، لان الطالب اللي هنا اللي غاوي سينما او غاوي تمثيل او غاوي اي نوع من انواع الفنون بيروح يتغرب وبيقعد يدور على سكن، وفي الاخر هو بعيد عن اهله. لا، احنا بنجي له هنا وبنوفر له كل حاجه هنا. طبعا احنا سعداء، احنا في محافظه دهليه وجامعه منصوره جامعه عريقه، فاحنا طبعا سعداء ان احنا عندنا مبادرة ان احنا بنفتح فروعنا في كل انحاء الجمهورية. فاحنا سعداء ان احنا نبقى موجودين جوه جامعة المنصورة، لانها تستحق ان الشباب اللي موجودين في المنصورة او في محافظة دهلية والمحافظات المحيطة انه يبقى عندهم فرصة انه يتعلموا الفنون، لان الفنون هي اللي بترتقي بالذوق لعام للناس، وبالتالي هم من حقهم ان هم يبقى عندهم فرصة يتعلموا، ما يضطروش ينزلوا القاهرة ويبقى في مركزية ان احنا بنعلم سينما او مسرح او موسيقى في القاهرة. فاحنا دلوقتي بنتنقل لكل المحافظات، بدأنا بمحافظة أسيوط، والمنطقة الثانية اللي احنا ابتدينا فيها هي جامعة المنصورة، وان شاء الله هيبقى لنا امتداد في كل انحاء الجمهورية ان شاء الله. طبعا يعني انا مبسوط جدا، جامعة عريقة طبعا، وانا كنتش يعني اول مرة جامعة المنصورة كنتش متخيل انها بالمساحة الكبيرة دي وبالمباني الرائعة اللي موجودة والطلبة. انا يعني كان يوم بصراحة كان يوم لطيف بالنسبة لي، وكنت حريص ان انا اكون موجود النهاردة. منصورة يعني في حد ذاتها بالنسبة لي ليها واقع كده عندي كبير، ومن البلاد اللي انا بحبها قوي. منصورة بلد الفن، بلد أم كلثوم، الثقافة، العلم، دكتور محمد غنيم، مركز الكلى، وشعبها شعب راقي الحقيقة. يعني كنت حريص ان انا اكون موجود النهاردة، وسعيد جدا كمان ان انا قابلت الطلبة بصراحة.